السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيع لنا لنستمر في نشر المزيد من الفيديوهات إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد. من قناة عصافير جنة الأطفال نقدم لكم نصائح للتوقف عن الصراخ في الأطفال. أولا اخرجي من الموقف. في المنزل بإمكانك أن تبتعدي وتتركي زوجك يتعامل مع الأمر والعكس صحيح. الطرف الآخر الذي لم يحضر الموقف من بدايته يستطيع التعامل بهدوء أكثر غالبا. ثانيا أخبري صغارك بأنك غاضبة الآن. قد تختلف ردود فعلهم، ففي مرات نادرة قد يتوقفون عن التصرف الذي يغضبك، وقد يرفضون هذا ويغضبون في المقابل. فاتركي طفلك ليهدأ قليلا ولتهدأي أنت أيضا، ويمكنك أن تأخذيه في حضنك وتطلبي منه أن يصمت لدقائق لتهدأ معه. ثالثا حددي وقت من الغضب. أخبري أطفالك بأنك غاضبة الآن وأن غضبك سينتهي في وقت محدد. يمكنك تحديده بوقت زمني محدد إذا كانوا يدركون مفهوم الزمن، أو تحديده بأداء مهمة معينة سواء غسيل الأطباق مثلا أو إعداد الطعام. رابعا انظري إلى الأمور من منظور الأطفال. على سبيل المثال في الصباح الباكر عندما تريدين تجهيزهم قبل موعد أتوبيس المدرسة بينما يريدون اللعب، تذكري أنك منذ وقت طويل كنت مثلهم وأنهم أطفال، ومن الطبيعي أن يفضلوا اللعب على أي أمر آخر. فاهدئي وحاولي إيجاد طرق بديلة لإقناعهم دون صراخ. خامسا استخدمي حين تلعب. أخبري طفلك بأنك ستبدأين بالعد من 1 إلى 10 حتى يبدأ بفعل الشيء الذي ترغبين منه فعله. على سبيل المثال قولي له سأعد من 1 إلى 10 لتبدأ بجمع ألعابك وإلا سألقيها في القمامة. هذه الطريقة فعالة على الرغم من اعتراض بعض الأمهات عليها لأن بها تهديدا للطفل. ثالثا حولي ما يحدث إلى حكاية. مثلا إذا رفض الطفل تناول طعامه ابدأي بحكاية الطفل الصغير الذي رفض تناول طعامه، واستخدمي خيالك فيثير هذا اهتمام طفلك وسينشغل عقلك بتأليف الحكاية ما يجعلك أهدأ. سابعا استخدمي الدعابة والمرح. لا تريدين أن تأكلي طعامك، حسنا سوف آكلك هم نم. ابدأي في زغزغتها والجري وراءها، وبهذا تتجنب الصراخ. ثامنا التزمي التنفس العميق. تنفسي بعمق حتى يهدأ غضبك لدقائق. أخبريه بالسلوك الذي ينبغي عليه التوقف عنه والسلوك البديل. إن الهدف الأساسي لأي أم أن تعلم أبنائها السلوكيات الجيدة لمساعدتهم في بناء شخصياتهم، لكن عندما تصرخين فيهم فأحيانا لا يفهم الطفل سبب الصراخ أو كيف يمكنهم إرضاؤك بدلا من الصراخ. أخبريهم بما يزعجك وبالسؤال والسلوك البديل الذي يمكنهم فعله بهدوء. تاسعا كوني حاسمة دون صراخ. بدلا من الصراخ اطلبي ما تريدونه من أطفالك بدون بصوت هادئ لكنه حاسم ومحدد، وسيستوعب أطفالك ما تريدونه منهم بشكل أفضل.
10. ساعدي طفلك على التعبير عن مشاعره. جزء من إساءة الأطفال للتصرف يرجع لعدم قدرتهم على التعبير عن مشاعره. فمثلا إذا ضرب طفلك صديقه، بدلا من الصراخ فيه كي لا يفعلها، أخبريه بهدوء: أنا أفهم أنك غاضب لأن صديقك ضايقك، فقل له أنك غاضب لكن لا تضربه. 11. ضعي قواعد صارمة وواضحة وطبقيها. عدم تنفيذ القواعد يفرغها من معناها. 12. شجعي طفلك عند أداء السلوكيات الجيدة. يحب الطفل جذب الانتباه، فإذا تجاهلت تصرفاته الجيدة قد يلجأ لإساءة التصرف للفت انتباهك. 13. اهتم بتقوية علاقتك بطفلك. كلما كانت علاقتكما قوية زاد اهتمام الطفل باحترامك وعدم إغضابك. 14. التزمي بروتين جيد للنمو والتغذية. قد يتصرف الطفل بشكل سيء لأنه متعب أو جائع، فالتزمي دائما بتنظيم هذين الجانبين، وسينعكس هذا على أغلب سلوكياته.